عم حمدي، عم حمدي كفارة. كان نفسي ازفك وانت خارج من السجن، لكن العين بصيرة والايد قصيرة. ازيك يا عزيز؟ صحتك كويسة؟ من الرز. انت بتحب الرز دلوقتي؟ باكله اضطراري اضطراري. عطيها نظام رز وانت بتصيف ثلاث اربع مرات كشري في اليوم. وامك ازيها؟ خلعت، راحت البلد لاختي، هربت من اكل الكشري، معدتها قفشت زي موتور العربية متداقة. معاك دخان؟ عارف انك خرمان. اتفضل. اتفضل يا عم حمدي. بقولك ايه، ما تهويهم بقى، هويهم، نفض التراب عنهم. الله، عايزين نلاحم بقى. عايزين شوية زفر. عايز الين الموتور. شد شد يا عم حمدي، ربنا يديك الصحة. اكتم اكتم. الله يخليك. طب ما غيرتش ليه يا عزيز؟ اشمعنى يعني كشري كشري؟ كان ممكن تهديها بدنجان مالي مثلا، فول طعم اياه. اصل الواد اللي ساكن جنبي غاوي مغرب وبيشتغل في محل كشري، هو يفوت لي اطباق الكشري وانا استحمل غناه طول الليل. طب افرض صاحب المحل قفش وكنت عملت ايه يا حلال؟ صاحبة المحل مش فاضياله خالص. هي المحل صاحبته ست زي فلقة القمر، طول بعرض والمساغ من هنا لهنا، كل يوم بتلم لها شوال فلوس من محلات الكشري. اصلها عندها اربعة منه يا سيدي، غير التاكسيات وميكروباصات من مصر لإسكندرية، ومن إسكندرية لبورسعيد، ومن بورسعيد لمرسى مطروح. حكاية لو ايه؟ عندها حتة عمارة في الزمالك 10 أدوار وتحتيهم دورين، تصور، وساكنة بقى في جاردن سيتي في فيلتها الشخصية. حكاية فخفخة. عارف كل العز ده كله يا حمدي؟ ومش سعيدة. غريبة قوي، متجوزة ست دي يا عزيز؟ بتدور تشمشم في الاوساط اللي ممكن يتولد في وسطهم واحد من دول، وهي اللي بتدفع. تصور، هي اللي بتدفع. بسم الله ما شاء الله، فنجالك بيقول ان فيها عريس بيتمنى الرضا، بيتمنى كلمة واحدة منك. بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ يا اختي غني قوي قوي، عنده فلوس كتير قوي زي الرز، بيمتلك عزبة. عزبة؟ عزبة القرود يا حبيبتي. قرود؟ قولي له ما يلزمنيش. بقى ده كلام، بقى ده اسمه كلام يا اخواتي. بقى واحدة زي القمر، زي في حلاوتك وتعبتك وجمالك، تقعد كده وحدانية من غير راجل تعتمد عليه، تعيط في حضنه. إن كان على الرجالة، أنا عندي بالألوفات، أنا عندي فلوس متلتلة، كل يوم بالليل بتجيلي بالزكايب. إنما نفسي في باشا، باشا وتكون عيونه رماشة، عشان يقولوا مرات الباشا راحت، مرات الباشا جت. بس يا حبيبتي الباشوات راحت عليهم خلاص. يا دي الخيبة، معرفش. يبقى أمير، أمير زي اللي بشوفهم في السينما الأفرنجي. وده هتلاقيه فين؟ حلاقيه، لازم حلاقيه. ما تدعبسي كده في الفنجان، يمكن تلاقي امير ويبقى لك الحلاوه. ادعبس؟ وانت عرفت المعلومات دي كلها ازاي يعني؟ ما محمد. مين ام محمد؟ الخطبه. مالها؟ تبقى بنت خاله امي لازم يعني. يبقى خلاص. خلاص ايه؟ مش فاهم يعني. انت لسه غبي زي ما انت، بزرع الكشري طخم مخك اكتر. ايه بس فاهمنا حمدي، عايز تقول ايه يعني؟ ان شاء الله الليله دي هتقابل البرنس وحيكون من بختها. ها؟ اللي يعني ما نفهم منك اكتر. كل ترمس كل. يمكن لما تاكل زفر يغير شويه البركه فيك بقى. حصار الكشره دي، الله يخرب بيتك يا غبي. كل. بلاش اشتغل انا بقى. هي فين؟ اللي هناك دي يا فندم، اللي بترقص مع الشاب ابو شعر ده. ما هم كلهم بشعر. لا يا فندم، اللي لابس ده. لابس ايه؟ اللي لابس بدله وفنفاخ ده في رقبته. فنفاخ؟ ايوه يا فندم. هي لابسه ايه؟ هي لابسه فستان اهي، لابسه فستان اهي. بص يا حيوان، ما كلهم لابسين فساتين، انهو واحده لونه ايه؟ لونه ما تركز يا بروف، اللي لابسه فستان دي بنفسجي على اسود. هي لابسه بنفسجي على الاسم. يمكن يمكن
يعني عندك عم علوان كمان ده اكتشاف جديد. الله يخرب بيتك. يا ريتها جابت بدالك حمار يا اخي. تفضل وسع لي سكه. تفضل تفضل يا مرفق. خش يا حيوان. تفضل تفضل تفضل. اسمع، انا عايزك تروح تبيع الخاتم ده وتجيب لي فلوسه حالا لاني محتاجها جدا. سمو الامير، مش ممكن ابدا خاتم الاماره ابيعه. ازاي؟ 100 مره يا حيوان قايل لك ما تجيبش لقبي على لسانك في مكان عام، انا حيتف خطر. حيوان حيوان. قول لي اسمك ايه؟ عزيز يا فندم. اهلا يا سي عزيز. هو صحيح امير؟ ارجوكي ما تكلميش في الموضوع خالص، ما تحرجناش. قول يا سي عزيز. ايوه فندم. مخبينه ليه؟ اوه ارجوكي كانك ما سمعتيش الحكايه دي ابدا. سرك فين يا اخويا؟ اوه ما تحاوليش ما تحاوليش. استهدى بالله يا سي عبد البير، ده الحظ ما بيجيش غير مره واحده، ما تسيبش من ايدي الفرصه دي. اوه استنى بس. انا اسف جدا يا سمو الامير. تخرس يا حيوان، بتغلط لتاني مره. سرك في بير، ما حصلش حاجه. استهدى كده بالله وسامح الراجل الغلبان ده. روح شوف الراجل بتاع السلاح. انا موجود على اللاسلكي على طول، مش هسيبه حتى ان مات مني. برافو برافو. المترولوزات ها؟ انت من رعايايا؟ ده انا يبقى لي الشرف. امال ايه لازم عميلة او جاسوسة؟ حاشا لله يا سعادة البيت. امال ايه خلاك تصدقي الكلام اللي بيقوله الراجل ده اني امير ولا؟ قلبي دليلي، جسمك رسمك بيقول انك امير وابن حلال. ارجوكي ارجوكي ما تطلعيش السر ده بره، انا ليا اعداء كتير وحياتي في خطر. عيب يا سعادة البيت الامير. اضحك، خلي الدنيا تضحك لك. والنبي لا تضحك، والنبي لا تضحك، والنبي لا تضحك. على العموم انا من اول ما شفتك قلت هشوف الهنا كله معاك. هو الحقيقه انت ست اي راجل في الدنيا يتمناكي، بس انا ليا ظروف كتير خاصه. ما تحملش هم، ان كان على فلوس طلباتك مجابه، بس المهم خلي الود متصل. شوفي يا خدمتك فوقيه. شوفي يا واقفيه خدمتك فوقية. أنا بصراحة صراحة استريحت. ربنا يخليك. وأنت من دلوقتي مش غريبة بقى. هو أنا في الواقع كنت أمير، كنت أمير إمارة بارزالة. يا سلام. أيوة. وبعدين قم شوية ناس أغراب دخلوا البلد بطريقة أو أخرى وراحوا محرضين الرعاية بتوعي. راحوا محرضين الرعاية محرضين الرعاية لغاية ما عملوا انقلاب وراحوا طردني من الإمارة. يا لهوي. وهتسكت؟ أسكت؟ لا، ده أنا وراهم وراهم والزمن طويل. هتعمل إيه؟ أعمل؟ بس أنا خايف من الكلام يتنطور كده ولا كده. عيب يا أمير الأمراء. أنا حلملهم شوية مرتزقة وحروح أطردهم كلهم برا. حلاوتك. هو بس الكفاح ده محتاج فلوس، وفلوس كتير، وفلوسي للأسف كلها عند الأعداء الخونة. خد العقد ده ثمنه 3000 جنيه. لا 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 لا، مش ممكن. أنا شعري يندفن في التراب ويموت ولا يقبلش الصدقة من أي حد، خصوصا من واحدة ست. بس عشان تصرف على المرتزقة؟ لا لا مش ممكن. ليه بس؟ وده سنين ما بي ما يكفيش 2-3 مرتزقه. ده ضربت كلام والتقل جاي ورا. فوقيه. نعم. انت مش من عامه الشعب. اخلاقك دي وصفاتك دي وكرمك ده ونبلك ده يخليكي انسانه نبيله اميره. يا فرحه امك بيك يا فوقيه. كان نفسي ومنى عينا اشوف امير وهو حاسد. انت لسه شفتي حاجه؟ ده انا لما هاخدك امارتي هتشوفي اللي ما شفتهوش. مالك يا امير الان ليه؟ لا لا، هو في الواقع ايوه عندي مهمه كده صعبه شويه. لازم اتصل بالمرتزقه باللاسلكي. دلوقتي طب حضرتك تروح معادك وانا هستناك لك اللقمه مع بعض. طيب يا فوقيه. طيب والله وبضت لك في القفص يا وافية. ايه
متشكر قوي يا ابو خليل، بس انا عايزك بقى ترسم لي الرسمه اياها بتاعت كل مره وتدخل لي الشنط اللي كان. طب وحق البنزين ده الحساب تقيل قوي. ايه الكلام بتقوله ده يا ابو خليل؟ مش عيب، انا عمري نصبت عليك يا راجل بصراحه ياما. معلش يا ابو خليل، ماشي حالك المره دي. انا يا عم جدع بقى يا راجل. خبر مش معقول، مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ انا مش مصدق عينيا. في ايه يا استاذ؟ انتي احلى ست شفتها في حياتي. معقوله حلاوه عينيكي دي؟ عارفه تشبيه مين؟ تشبيه الموناليزا بالظبط. عارفاها؟ طبعا عارفاها. طب ما دام عارفاها بقى، انا مزنوق في اوضه وفي اللوكاندا دي بالذات. اللوكاندا كومبليت؟ مفيش حاجه اسمها كومبليت. ما انت لازم تخلقي لي اوضه من تحت الارض. وايه اللي حالم الناس عليك وعامل لكم فضيحه هنا؟ بعدين بعد ما شفتك مش قادر اسيبك. ايه ده كله انت لسه شفتي حاجه؟ ابني بالاوضه بقى عشان خاطر خفه دمك وكلامك. انا هدي لك اوضه ولو اننا كنا حاجزينها لزبون تاني. ربنا يخليكي ليا. ايدك يا بوسه. فين شنط حضرتك؟ في الحقيقه انا بطلتها هي والسجاير من 6 اشهر. مش فاهمه. هي جايه ورايا، قصدي السواق بتاعي هيجيبها لي. طب اتفضل اوضه 311 بس لو سمحت من باب الفوق. شكرا. انت بتعيط؟ ايه عيط ليه؟ اخويا مات. انا كمان اخويا مات. ايوه بس احنا كنا توأم وبطن واحدة. احنا ما كناش توأم. بنحب زي بعض ونكره زي بعض ونلبس زي بعض. اخويا انما ايه بقى المشكله في كده؟ مشكله دي. مش عارف مين فينا اللي مات، انا ولا هو. حبيبي يا اخويا. مش عارف مين اللي مات، انت ولا هو. ايه دي المشكله؟ ما هو اللي مات، ما انت اهو. مش جايز انا اللي مت. جايز. اثبتها ازاي دي؟ بس انت قاعد وهو مش هنا، يبقى هو مات وانت عايش. انا هروح اتاكد ان لسه ما ماتش. عن اذنك. الشيك اللي لابس بدلة خضراء. تبقى صاحب اخويا. هو مش انت اخوك؟ لا انا اخو اخويا اللي مت. لا هو اتضح ان هو اللي هيموت. صاحبي جدع هو اللي هيموت. ايوه. امسك نفسك، امسك نفسك بقى صاحبي. استحمل كلنا لها. هي دي الدنيا. معلش هو بعتني عشان اعتذر لك على الميعاد. مش هيقدر يجي. ليه؟ هيموت. معلش خد رجلي. لا معلش لازم ارجع له تاني. سلام. هقول بس اذا سمحت. هو كان مصمم ان انا اقابلك. يمكن ما يصدقنيش. عايز اماره منك. هو عارف الجاكيته الخضراء دي. ممكن اخدها معايا اوريها له علشان يصدقني. متشكر. على مهلك. معلش دنيا. متشكر قوي. عن اذنك. جاكيتة فيها فلوس حاسب عليها؟ ما تخافش 3 دقايق بالظبط. شكرا.
امسك نفسك بقى. اديله دي يا شيخ. اديها له ايه؟ هات طبعا مع الجاكيت. شكرا. خد منك. لا معلش. معلش. ملهاش لازمه بقى الكهرباء. طيب. هات هات. مع كلهم مع بعض يعني. شكرا. خد رينك. لا معلش. دقايق. لا لا لا. لا كفايه كده. احسن ما يتصدقش. لا 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 هيصدقني. شوف. ما تصدقش. لا لا. تعال. اهو موجود. رجالة. خد رينك. هات رينك. ادينا واحد من الزنوبيا اللي بوقك ده نجربه بس. الله. طب بقول ايه؟ نفس نفس بس واحد يا مغفل. مفيش داعي تقطع قلبك. انا مضطر عشان ال تعمل ايه؟ انت قلق على فكره. قلق ليه الليله دي كده ومش مبسوط؟ سرحان ليه؟ انا تعبان جدا. الوليه دي هتركبني الور. الور ور ايه يا برو؟ انا خايف انها ممكن تكلم كلمه كده ولا كده وارجع اصيف تاني وانا ما صدقت. لا في عرضك تصيف وتسيبني؟ ده انا من غيرك الكشري والهارو معدتي هاروني كلي. اهلا. انت تعرفني؟ نتصرف. مالوش لزوم. ورحمة اللي ميت لك لا تقول لي انت مين. انا شخصيا ما ماتليش حد يعني. بس انا بقى حموت عشان اعرف انت مين. اتفضل موت. بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ انا بنسى. عزيز يا بروف. عزيز. عزيز عايز تكلمني الراجل بتاع المساله عشان التليفون. اياه. اوكي اوكي لو سمحت. هنستأذن منك شوية تشرب كاس لغاية ما نرجع. السحنة دي مش غريبة عليا. هلا هنرجع ونتكلم في كل حاجة. لو سمحت يا بنت. البيه اللي قاعد هناك على الترابيزة اللي لابس بدلة كده. أيوة. مربعات. أيوة. هو طالب عشاء وياريت بالمرة تبعت له فاتورة لو سمحت. حاضر. مشكرا. نعم. تفضل. تفضل يا فندم. ايه تفضل. تفضل سعادتك. تفضل. صباح الفل يا جنتل. ده وقتني عليك يا راجل. ده كلام. ليه؟ كنت عايز اهنيك على حركة امبارح. الحقيقة تدبيسة إنما ما يعملهاش غير معلم. نتشرف بقى. أنت ما أخدتش دورة؟ طبعا. شركة الطيران اللي أنا بشتغل فيها بعتتني دورة لأوروبا 6 أشهر. لا أوروبا مين يا خير؟ أنا قصدي هنا يعني في مصر بعد المعادي كده بشوية. بعد المعادي مفيش غير طرق. اسم الله عليك. إيه ده؟ هما عملوا مطار في طرق؟ والله ما كنت أعرف. إيه بالذمة ايه؟ طب والران واي ده، قصدي ممر الطيارات ده، يطلع له كم متر كده؟ لا ده بقى ولا مؤاخذة في كذا ران واي. في ران واي بقى بيبقى انفراد يعني للطيار يعني الشقي شوية. ايه ده؟ معقول الكلام ده يا جنتل؟ تحب يعني اشرح لك شوية اكتر يمكن تفتكر؟ يا ريت. انا اصلي تهمني قوي التطورات الحديثة في عالم الطيران. انا اشرح لك. انت بقى تخش الرنوي من دول تلاقي على ايدك اليمين على طول برش وجردل. برش وجردل يا حبيبي. وبيعمل بيهم ايه الطيار دول بقى؟ البرش بيستعمل الطيار من دول سرير. طب
الجردل. اسم الله على اسمك. هو له استعمالين، احيانا بيشربوا فيه واحيانا له استعمالات اخرى يعني، وبلاش احراج. انت طلعت لي منين بس؟ اهو بقى من سوء حظك ونحسك. انا بقول لي انت كنت بتصيف هناك ليه؟ انا اصلي ما خبيش عليك، كنت موظف حسابات في شركه طيران، مختص بتحرير الشيكات. شيك يطلع للعميل وشيك يطلع للعبد لله، في حاجه دي؟ ابدا مفيش حاجه ابدا. انت بقى كنت بتصيف هناك ليه؟ طب دقيقتين بس وانا اجي اكلم الكلام معاك، هفك حصر واجيلك. ده وقته دقيقتين مليان ميه. ازيك؟ اهلا. انا عارفة انا عارفة كل حاجة. يا رايق انت يا رايق. مش انت برضو اللي مع الامير؟ امير مين يا روحي؟ انا برضو بتاع امرة. ما تنكرش، انا فاهمة كل حاجة. انت رئيسة عصابة؟ يا لئيم، بقولك انا معاكم. انا مش فاهم حاجه خالص، انت عايز ايه بالظبط؟ فهميني وبشويش. افهمك ايه؟ ما هو كان معاك دلوقتي. هو مين ده اللي كان معايا دلوقتي؟ نهار اسود سمو الامير. امير مين انا؟ يكونش قصدك؟ ايوه انا الامير حمدي. الامير حمدي؟ ايوه الامير حمدي، ما انا اللي بصرف عليه عشان يحرر الاماره. انت اللي بتصرف عليه كمان؟ وهتستفيدي ايه لما تصرفي عليه؟ يو يا سعاده البيضا، انت عقلك على قدك. معلش معلش، خديني على قد عقلي وفهميني هتكسبي ايه. انا هتجوزه بعد ما يرجع امير تاني، هو دلوقتي شغال بمجهوده وانا شغاله بفلوسي. يا حلاوتك. انما انت اسم الله على مهلك تطلع مين؟ انا اخوه. اخوه؟ ايوه، وفي نفس الوقت امين صندوق الاماره. انا اللي ماسك الميزانيه كلها، يعني بعد كده اي فلوس عايزه تديها له تديهاني انا الاول وانا هوصلها له. ها عن اذنك بقى عشان عندي جرد. الله يسلمك. كل ده بتفك حصرك؟ انت عرفت ازاي؟ لا ده انا كمان عرفت حاجات كتير قوي عليك. حاجات كتير زي ايه؟ ايش 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 ايش؟ وقع تسويق كمان. يا سيدي يا سيدي على العز. مستمتع بكل المنظر ده لوحدك؟ بقولك ايه؟ تبعد عن شكتي احسن. اتفقنا. انا بقول ايه؟ ما تيجي نقرب المسافة ونشتغل سوا. مش ايه يا اخويا؟ ولا ايه يا سمو الامير؟ ها؟ عايز كام؟ لا ده انا وطني قوي. انا ما اخدش قرش من راجل محتاج لكل مليم علشان يحرر بلد. بقولك ايه؟ تاخد عرقك وتوريني عرض كتافك. فلوس يعني؟ فلوس ايه يا جنت؟ خدني عندك تلميذ صغير في مدرستك يا برنس، ده انا يكفيني الفتافيت اللي تسقط من بين صوابعك. يظهر انك ذكي ومخربش حبتين، بس بقى انا ادقها على الشونه. شونه فوقيه يا هانم مش كده؟ الوريه دي صرصاره وتتكلم كتير وممكن توديني في داهيه لازم اتخلص منها. ليه بس؟ دي باين عليها سهله ومتريش. لا بس خطره، وزي ما طبت وكلمت معاك ممكن تقعد تتكلم وتطب مع اي حد وتتكلم مع الحكومه وتودينا تاني في داهيه. خلاص احنا النهارده نهبر منها القرشين وبعدين سيبها لنا، انا بقى هخلصك منها. ماشي، يعني هنعمل العمليه دي سوا؟ ما قلت ماشي. الله الله، طب وعصبي كده ليه يا جن؟ روق. كلام رجاله؟ كلام رجاله. ايدك بقى. قولي يا جدتي، قولي يا جدتي. استنيتك ولما اتأخرت عليا انشغلت عليك وقلت اطلع لك. سمو الأميرة، شبيك لبيك، طرشية كشرية تكساتي عمراتي كله ملك ايديك. يا دي الهنا اللي انت فيه يا فوقه، امير ويحب على ايدك.
والله ودكتك في القفص يا فوقية. المهم هنتجوز امتى؟ تفضلي 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 اسمك هنا. انا يظهر ان حضرتك مستعجلة شوية. اوي اوي يا سعادة البي الامير، ده انت اللي بحلم بيه طول عمري. هو في الواقع انا كنت احب ان فترة المعرفة تطول شوية ونحب بعض اكتر. لا يا اخويا، لو وقت عندي للحب. هو في الواقع وقتي مش ملكي، انا عندي مشاكل وعندي الاعداء وعندي خطط التحرير. تحرير اهو جنبنا، اجيبهولك اشتريهولك. هو ايه؟ ميدان تحرير. امال ايه؟ لا لا لا، اشتري لك اللي انت عايزه، اشتري لك اللي انت عايزه. يا ياسر، ما هو الا سبانخ مش واكل، مش واكل سبانخ. خبيزه ممكن، لكن سبانخ مش واكل. هو ماله؟ ده انا شايفاه من شويه زي الفل ومنور تحت. لا هو منور على طول وكويس، بس ساعات بتجيله حالات. هو جسم راجل وعقل طفل. لا حول الله، يا ما في الدنيا بلاوي. تعالى يا اسبك، تعالى يا حبيبي، تعالى سلم يا حبيبي. ماما وحشتيني يا ماما. ياسبك لا يا ياسبك حبيبي، ياسبك لا، دي مش ماما يا حبيبي، دي خطيبتي. بقول لك ماما تعرف اكتر مني. وحشتيني يا ماما. ياسبك ياسبك حبيبي، ياسبك ياسبك، اسمع بقى، اسمع الكلام، هتزعلني منك بقى ومش هجيب لك الحاجات الحلوه. دي مش ماما، دي خطيبتي اللي انا هتجوزها. اه يا اخويا انت اتجننت ولا ايه؟ هتجوزوا منها؟ لا حبيبي دي مش ماما حبيبي. طب انا بقى عايز تعريف خضره مخرومه من ناحيتين، انا عايز تعريف خضره مخرومه من ناحيتين. ايه ده؟ بتضحك عليا ولا ايه؟ بتضحك عليا؟ بتضحك عليا؟ لا لا ما بضحكش ولا حاجه، دي تعريفه خضرا مخرومه. مش مخرومه من ناحيتين. افكها يا حبيبي وهتتخرم من ناحيتين. بالحلاده دي ما بخرومه من ناحيتين. هفكها لك انا يا زبك واخرمها لك. طب انا بقى عايز واحد تاني. ها؟ حاضر عينيا الاثنين. اه تدي لك واحد تاني، هي حلوه بتحبك. دي مخرومه من ناحيتين. كمان واحد. جاكرمة من ناحيتين. كمان واحدة، كمان واحدة. انا بقى بطهم لك انا. اتحطها اخوة دايماً يبقى دايماً يبقى لعب كده. انا بطهم لك. انتم نيل عليا وعليهم لسه دريت قطعة. انا بطهم لك. دي بقى يا اسمك. اسمع هتطول لك انا. معلش ياخد حقك. معلش يا بلا يا معلش يا بلا يا اخويا، معلش اسم الله عليك. بلا يا حبيبي، بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش حاجه تهديك. بلا الخيمه عليا وعلى سنين السودا. بيب بيب. منى شهر باركو طاري يا للي. ايوه اشتريت له جزمه جديده في العيد الصغير. كويس الجزمه اخويا. ايوه حبيبي، عايز عربيتك. عربيتي اتكسرت. حاضر يا حبيبي، حاضر. خد حبيبي عربيتي، خد. يحب ولادي بموت الميلاد. اسم الله عليه شربات. وبعدين يا سعاده البيت، بس هو لما لبس الجزمه كانت ضيقه عليه قوي، صبعه ورم من الزنقه، نفخ بقد كده ودوحس، ما استحملش الصدمه، راح البيت، راح قلع الجزمه وخد الرباط وراح طالع بيه السلالم، كل السلالم من اخر دور. ماما ماما جت له قال لها ماما، وراح حاطط عليها الرباط الجزمه وراح خانقها فطسي. يا لهوي مخالفه. ها معلش يا حبيبي، معلش معلش يا معلش يا حبيبي. ابتسم ابتسم. عاوز ايه يا حبيبي؟ عاوز ايه؟ بقي وجعني. معلش هتتعودي على كده. هتعود ايه؟ هفضل عايشه حياتي طول عمري بقي مفشوخ كده؟ هتتعودي. عايز ايه يا طلايا؟ عايز ايه يا سمو الامير؟ رباط الجزمه ده. انا رباط جزمه. العقده اللي كانت لفاني تقول. حاضر حاضر، اتفضل يا سمو البيه الامير.
ايه؟ عاوز ايه يا حبيبي؟ ايه تاني؟ كعب الجزمة ده. كعب الجزمة ده ايه؟ تعدي تعدي تعدي. حاضر اتفضل يا حبيبي. العودة جايه. ايه؟ عايز ايه يا حبيبي؟ بوز الجزمة ده. بوز الجزمة ده؟ عينيا الاثنين يا حبيبي. بس ده غالي قوي قوي. ابتسم يا اهو ابتسم. قطيع هتقطع الجواز من القمر وسنينه. فوق فوق ايه اللي بتقوليه ده يا فوق؟ هتتخلي عني؟ هتخلى عنك وعن الإمارة وعن أمك اللي خلقوها بربع جزمة. أمي هي أمي هوية. أمي هوية. أمي أمي أخوي أخوي أمي أمي يا نصاب. ساعة نجاح المشروع. ساعة المشروع. هو عزيز تأخر ليه؟ لا عزيز ما تأخرش، هو بس الجواهرج اللي احنا بنبيع البضاعة بيفتح واخر شوية وزمانه ايه يعني. علبة دخان لو سمحت. بصحتك ده كونياك فرنساوي مش من نوع السكة يعني. اشرب اشرب اشرب. يا اختي مالك؟ ضاع اميري من يدي. ليه كفل الشر؟ بعد ما لقيته وهويته طلع اخوه مخلول. انا لا يمكن عشره ابدا. وتضيعي التاج والملك من ايدك؟ الملك لا مستحيل مستحيل اضيعهم من ايدي. انا من بكره هلملوا المرتزقه اللي هيحاربوا معاه. مرتزقه؟ مرتزقه يعني ايه؟ اصل الجهله ما بتعرفيش انجليزي. تعالي وانا افهمك. فتحي لي ودانك واسمعيني كويس. سموك يا فندم. ميرسي. شبكه صغيره. تسلم ايدين اللي اشترى. وهنتجوز كده سكتي؟ لا يا فندم سكتي ازاي. لا لا انا اوعدك اول ما هرجع للكرسي هنحتفل بفرحنا 7 ليالي. ايه؟ هتكون حديث البلد كلها وحديث العالم كله. واخوك يسبك؟ لا 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 يسبك هيعيش في اي قصر من القصور. في قصور كتير بس القصر هيكون بعيد بعيد عننا خالص. لا ارجوك في عرضك في عرضك. والله وزهزهت لك يا فوقيه بقيتي اميره وعندك قصر. معلش بس بلاش الله. حاضر مالك يا سعادة البيه الأمير؟ بس لو تتم الصفقة. صفقة؟ صفقة ايه؟ في شوية مرتزقة وصلوا عاوز اروح ادفع الجمرك بتاعهم وخرجوا. نفسي. عايز كام؟ 4000 دولار 5000 دولار 6000 دولار؟ لا مش دولار بس. امال ايه؟ هي المشكلة انهم جنسيات مختلفة فهحتاج دولار هحتاج استرليني هحتاج درهم. ايه ولا يهمك مدام المصري موجود والسوق السوداء موجودة هيكون عندك بعد ساعة. انا مش عارف من غيرك كنت راح اعرف ارجع الملك تاني ازاي. الا ما قلتليش. افن سبت اللوكان ده ليه؟ جواسيس الاعداء عرفوا مكاني ابتدوا يخططوا لاغتيالي ورحت سايب المكان وماشي. انت في نظرهم. ودلوقتي انت يا اخويا ساكن فين؟ في نزلة السمان. نعم؟ اقصد في منطقة هنا اسمها نزلة السمان. ايوه عند الهرم. ايوه بعدها في اوتيل اسمه هوليدي. انا نازل في الاوتيل ومنتظرك هناك تيجي بالفلوس عشان اروح ادفع جمرك المرتزقة وابتدي اشتغل بقى. يا ضنايا من عينيا الاثنين. مش برنسس انا مش عارف حاجة مش عارف اقول لك ايه. ربنا يخليك. والله نفسي زغرب. لا لا بعرضك. ازيك يا حلو؟ اخبارك ايه النهارده؟ كويسه؟ زي القمر. ميرسي قوي يا فندم. قولي لي الجدع اللي اسمه حمدي ده في اوضه 319 مش عارف موجود ولا خرج؟ لا يا فندم ده دفع الحساب النهارده الصبح. أيوة. ومشي. دفع ومشي؟ ما قالش رايح فين؟ لا في الحقيقه ما قالش رايح فين. ايوه شايف كده يا زينب تشوفني وتطنش؟ ده احنا كنا عيش وملح سوا. انت عايز ايه؟ هو فين؟ مش هيقول لك. هعرف مش هتقدر.
اما نشوف. انا مستعجل وحيت والدك عن اذنك. ايوه بروف، ايوه دفعت فاتوره الحساب بس كتير قوي قوي. اه موجود ده مقاطرنا على طول. انا الظاهر عايز يعرف انت موجود فين. بقولك يا معلم حمدي، يا انا اسف يا بروف، افلس على؟ لا مش هتعرف تهرب منه لانك عبقري. انت تجيبهولي وانا هعرف اتصرف معاه، فهمت؟ يا ريت. ناسف عليك يا عزيز بيه، متهيألي الجو كان كاتمه جوه في الكابينه ولا ايه؟ هو فين بقى؟ حمدي بيه في الهوليدي ان، تقدر ساعتك تروح له. انت بتزحلقني يا جنتل ولا ايه؟ ازحلقك؟ انت تتزحلق؟ ده انت لازق يا جدع. اديك فهمتها وعترة. اتفضل قدامي. لا لو سمحت اتفضل ساعتك. اطلع قدامي. انت مش قد الماسكه دي ارجوك، عيب. جنتل. انت فين يا اخي العزيز؟ ايوه هي القعده حلوه صحيح، لكن ما تيجي نروح حته تانية ما يكونش فيها القلق ده. ليه؟ علشان يعني نعرف ناخد وندي على راحتنا. هو احنا بنسرق؟ لا العفو، احنا بننصب. انت عايز ايه بالظبط؟ انا عايز نتحاسب. نتحاسب؟ انت يعني جاهز للحساب؟ مسألة مش مستاهلة ان انا ابقى جاهز او مش جاهز. ده بصل بقرش وقرش ببصل. بس الفاظك فيري لوكال، بلدي قوي. دي ايه الرئة دي يا اخويا؟ الله يرحم ايام البرش. طيب مش جايز تطلع مديون؟ لا 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 لا، احنا هندخل لبعض نظام طمع من اول عملية ولا ايه؟ لا ابدا، اسمع انت المصاريف واحسبها معايا. مصاريف؟ مصاريف دي يا اخويا. بقول لك ايه، ما تحاولش تاكلني لحسن، ده انا مر قوي. الله، هو حساب ولا لماضه؟ حساب. شوف يا سيدي، السكرتير هنديله كام؟ السكرتير ده ايه؟ ده حتى يبقى عماله زايده. ده هو اللي جاب لنا العمليه، اكله يا محترم. كذلك يا جندل، نديله 5%. ولو النوم شويه لكن زي بعض. ندخل بقى على الضرايب. نعم يا اخويا. الضرايب. ايه؟ من امتى النصابين اللي زينا بيدفعوا ضرايب؟ لا لا مالكش حق. يعني ايه الحكومه بتاخد فلوس الضرايب دي وبترميها في البحر؟ لا بتعمل بيها خدمات طبعا. ويعني هي الحكومه ما لقتش غير فلوس انا عشان تعمل بيها خدمات؟ ثم خدمات ايه اللي هتعملها الحكومه دي؟ اولا بتعمل محاكم تحاكم فيها الناس اللي زيك. كتر خيرك. وملاجئ يتربى فيها خلفك. أنا مؤكرم. وسجون يتهذب فيها أمثالك. الله الله الله. ده احنا مش بنتحاسب بقى. دي قلة أدب. يا جنتل. ومع ذلك خلصنا. اخصم الضرايب. أنت عايز مني فلوس بمناسبة إيه؟ الله. أنت نسيت يا جنتل ولا إيه؟ مش أنا اللي ساعدتك في تطفيشها وتقلشها. وأنا كنت طلبت منك تساعدني. اللي حصل اللي ساعدتك. ده كان تطفل منك. أنت استفدت كتير قوي بوجودك جنبي. وتعلمت حاجات. كان لازم تدفع تمنها كتير قوي عشان تتعلمها. اتعلمها؟ اوعى تفتكر انك هتاكلني، ده انت اللي كنت واقف جنبي بتتعلم. شوف بقى. بقى اذا كنت انت مدرسه فانا بقى فن وهندسه. خلاصه الكلام هتطلع انت مديون، لكن انا بقى مش عايز منك حاجه. مع السلامه. خلاصه الكلام انت سرقتني بالاصول. الحمد لله على السلامة يا فندم. اتفضل. يعني سيبني واقف كده من غير ما ترد عليا. على فكرة انت ممل جدا.
واخدت من وقتي اكتر من اللازم وبتهيلي تتفضل معايا كده. مالك انت؟ انا محتاج لك فندم بس يعني مش عايز اتكلم قدام ال ده. ما تعملوش حساب كده والله يا عيال. الايام وبيننا اتكلم يا عزيز. اتكلم. ملكة القطن وصلت يا فندم وبعد نص ساعة هتكون في المطعم. ما تعيش غبي وتموت غبي. والله وهنلعب تاني. لا معلش اللعبة دي كبيرة عليك شوية. المية تكدب الغطاس. وانت هتعرف تشتغل لوحدك. ويعني انا كنت كسبت ايه لما اشتغلت معاك؟ احنا اللي هنقوله نعيده ونزيده. ما اسمع انا بتحداك. انت واخد في نفسك الم كبير قوي على فكره. هتشوف. هشوف. طب تتفاعل عليها وعلى ابوها كمان. ماشي. الله يخرب بيتك ويوم ما شفت بيتك واهل بيتك يا غبي. يا فندم اتفضل غبي. اتفضل صافي. يتحداني انا الواد بتاع الشكات الهايف ده. قال له ما يتكذب الغطاس لما اشوف. قال له ابوها كمان. الله ينعم على ابوك يا اخي. ابو الفصير وصيت لي سعادتك على شفشة عصير جمبري جنن. جمبري كله في الصور يا فندم. كله هي فين؟ هي فين؟ في الشفشة يا فندم. هي فين الشفشة؟ الجمبري الهانم جت في المطعم يا فندم. جت في المطعم. بس خد بالك من الجمبري يا فندم. الله يخرب بيتك وبيت الجمبري واختراعاتك. ده هيساعدك قوي. لا مؤاخذه يا نزهه تسمحي لي اقعد مع حضرتك؟ اصلي جعان جدا ولازم اكل وزي ما انت شايفه مفيش ولا مكان فاضي. اتفضل. شكرا. مفيش محلات؟ ام سوري يا فندم مفيش اماكن عشان عندنا النهارده جروب. كلكم بليه. كلكم بليه يا فندم. كمبليه يبقى افتح الجمبري واحد. ايه كمبليه ده؟ ده مليان بس. يا بروفيسور ده مش كومبليه ده زخمه بس كده الناس. اسمع يا امي وافهم كويس. افهم ساعتك. عايزك تقعد على الكنبه وتبص وتراقبهم كويس ما يزغوش منك كده ولا كده. فاهم يا عبقري؟ اعتبرهم في جيبك يا بروفيسور. الله يخرب بيتك. هو فضلك ارخص اكل عندكم ايه؟ معلش اصل الظروف الماديه اليومين دول وحشه شويه. ودي تطلع بكام؟ حوالي 2 جنيه. خبر 2 جنيه بحلو؟ طب معلش ما تضايقش مني. ممكن من فضلك تجيب لي لقمه عيش وكوبايه ميه. ازاي؟ اصلي هعمل فته. فته على ميه بارده. تحت امرك. شكرا. يا رب يا رب. ايش فيها يا رب؟ في ايه يا استاذ؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس. المؤمن مصاب يا انسه. باين عليك متضايق قوي. امي امي مالك؟ انا اسفه اذا كنت يعني بتدخل. لا 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 ابدا. انا بدور على حد مخلص زي حضرتك تمام علشان افضفضله. فضفض؟ امي عيانه في المستشفى ومصاريف العيه تقيله ومرضها ربنا ما يوريه لحد. عندها ايه؟ روماتيزم في عينيها. ربنا يقومها بالسلامه. كل يهون. اصلها مش من هنا. احنا اصلا من اسكندريه بس انا جيت عشان اخلص اجراءات صرف مستحقاتي. لكن بقى نعمل ايه في عبد الروتين افندي ده؟ ربنا يكفيك شره.
كل يوم اروح له يقول لي تعالى بكره، اروح له بكره يقول لي تعالى بكره، واللوكان ده هنا ما بترحمش، عداد بيلف. عشان كده هتاكل عيش وميه؟ ده انا ست ايام على الحال ده كل يوم فتة. كل المده دي يا متر. يا فندم هات احسن اكل عندكم للكابتن على حسابي. تحت امرك فندم. ما كانش صح كده، اللقمه هتنزل ازاي من زوري دلوقتي؟ الناس لبعضها. تشكر. انما شركه الطيران ليه ما عرجتكش؟ نعم ليه ما عرجتكش؟ انا مش مهم، المهم امي. فعل القصة حب. مش فاهم. كنت بحب واحدة واتفقنا على الجواز. وبعدين؟ قبل الجواز بيوم وصلني منها جواب. كان في ايه الجواب ده؟ قالت لي فيه انها هتتجوز الزبالي. ياه نمت، قمت من النوم لقيت رجلي ما بتتحركش، لفيت على دكاترة مصر كلها، دكتور دكتور مفيش فايدة. الطلبة في كلية الطب كان واخديني علم، كان الطالب من دول يسأل زميله عندنا مين المحاضرة الجاية يا محسن، يقول له عندنا عماد. يا سلام، دول كانوا بيمتحنوا فيا. مش معقول. انت مش مصدقاني؟ ده في طلبة منهم كانوا بيسقطوا فيا، ده مرة تلميذ منهم عمل لي برشام ونجح. طبعا لا، المراقب قفشني في كم قميصة. عارف أحلى حاجة فيك ايه؟ ايه؟ ان رغم المقاسي اللي انت عايش فيها لكن دمك خفيف. اصلي ورستها من امي. كانوا قدامك يا عزيز. قدامي لازق يا فندم. وشفتهم هما ماشيين يا عزيز. هما اللي مشوا يا حمدي بيه. وما حاولتش تعرف رايحين فين يا عزيز؟ ما قالوليش حاجه خالص يا بروف. طب اتفضل. نعم اتفضل. ما بلاش المرة دي يا روف. عايز استريح، انا تعبان كده. خلاص تحت امر سعادتك يا بروف. تحت امر سعادتك يا بروف. معلش معلش انا مشيوا قدامك يا عزيز. طيب هات اليمين. ماما ماما. وشفتهم هما ماشيين يا عزيز. الشمال يا ولد. ماما وما حاولتش تعرف رايحين فين يا عزيز. معلش سامحني نبادي. طيب نبادي. اشتيها يا حيوان. ماما ماما. ايوه كده ماما. استريحت. ارتحت يا سعاده البيه. استريحت. استريحت. عماد ونرجس فين يا عزيز؟ هحب واغطس واطلع بيهم يا سعادة. هتقب وايه يا عزيز؟ واغطس واطلع بيهم يا سعادة. اتفضل. حاضر. هتقب وايه يا عزيز؟ واغطس واطلع بيهم يا سعادة. هتقب وايه يا عزيز؟ واغطس يا سعادة البيه. تطلع اوضتك بقى عشان تستريح؟ مش هين عليا يا سيدي. طب تحب اعزمك على حاجة ساعة؟ يا ريت. يا بروف الجماعة وصلوا يا فندم. وصلوا يا فندم. وصلوا؟ أيوه. طيب ممكن تعمل اللي قلت لك عليه بالظبط مرة في حياتك؟ بالملي يا فندم. يا ريت. اتفضل. باي باي. اتفضل. باي باي. اتفضل. حاضر حاضر حاضر.
الله يخرب بيتك يا اخي، يا ريت حاجه جابت بدالك عمار يا اخي. ايه مالك؟ حزين على روحي، كان نفسي اكون طبيعي زي كل الناس علشان ما تبكيش معايا. ما تفكرش كده، انما انت ليه ما تعرفش نفسك على دكتور تاني؟ في الحقيقه الدكاتره كلهم اجمعوا على ان الحاله دي مش ممكن حد يجيب فيها نتيجه ابدا الا الدكتور فريد مجاهد في سويسرا. فريد مجاهد وفي سويسرا؟ ايوه، ما هو اصله مصري بس عايش في سويسرا. ومستني ايه؟ ما تروح له فورا. اروح له جايز، لكن فورا متهيألي واسع شويه. ايه المانع؟ حضرتك فاكراه في الورقه، ده في سويسرا يا هانم. عارفه، روح له سويسرا بالمصاريف، ده مشوار مصاريفه كتير قوي. باذن الله كل حاجه تتدبر. اسمع، انت تكتب جواب للدكتور اللي انت بتقول عليه ده. جواب ايه؟ ده راجل ما يفهمش غير لغه الفلوس. اوعده انك هتدفع له. اصل انا بصراحه بقى في ساعه غضب حلفت يمين ما اكتب جوابات لصف الدكاتره دول خالص. خلاص انا اكتب له جواب. ملهاش لازمه الحكايه دي. بس لا لا لا، انت بس اديني عنوان وانا من بكره هبعت له جواب. تودينا في داهيه. بتقول ايه؟ لا ابدا ولا حاجه. في الحقيقه الدكاتره كلهم اجمعوا على ان الحاله دي مش ممكن حد يجيب فيها نتيجه ابدا الا الدكتور فريد مجاهد في سويسرا. فريد مجاهد وفي سويسرا؟ ايوه، ما هو اصله مصري في سويسرا. فريد مجاهد مبسوط مني بقى يا بروف؟ أصر حاضر. أوكي، فريد مجاهد سويسرا. هو اسمه إيه الراجل ده؟ أوكي أصر. من فضلك حط عليه ورقة بوستة وارميه. حضرتك شكرا أوي. It's me, Dr. Magad speaking. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Muchakara, shukra. Dr. Farid Magad. Are you a friend? حضرتك دكتور فريد مجاهد؟ أيوة فندم، أنا دكتور فريد مجاهد. مش معقول، ده حظه من السما، أكيد أمه دعياله. اتصور انا لسه بعتر حضرتك جواب دلوقتي. جواب بخصوص ايه يا فندم؟ بخصوص طيار مريض، كل الدكاتره اجمعوا انه علاجه في ايد حضرتك. بس في الواقع انا جاي مصر عشان مصر وحشاني قوي، بقالي 20 سنه ما جيتش، انا جاي استريح. سوري. عشان خاطر يا دكتور، من فضلك ده عمل انساني، ارجوك يا دكتور. ميرسي يا فندم. شكرا. ممكن يا دكتور تنتظر لحظه عشان اخليها له مفاجاه؟ انا ما عنديش مانع ابدا، انا شخصيا بحب المفاجات جدا يعني. اتفضلي اتفضلي. ابشر بيكي ليه؟ هاتي ما عندك. اتفضل يا دكتور فريد. يا ميت مرحبا. اهلا وسهلا. مالك كده لونك بتالي مصفر شويه؟ لا ابدا، ده من اثر الفجعه، قصدي المفاجعه.
طول ما ينسى مريض وانا دكتور ضروري هنتقابل. حكمتك يا رب. في حاجه مضايقك يعني؟ لا ابدا. بس هيئه البريد اليومين دول اتخدمت خالص. الواحد يا دوبك يبعت الجواب من هنا يجي له طلبه من هنا. سمع مصعد يا اخي والله ده الصعد ده. طب اسيبكم انا بقى عشان الدكتور يكشف. ايوه اتفضلي انت وكتر الف خيرك. لا 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 انا يهمني جدا وجود المجموزيه اثناء الكشف دي كتر انا عليك قوي. ساعتك عندك اي مانع انها تكون موجوده؟ واذا بوليتهم فاستتروا. لا لا المادموزيل لازم تعرف الكيس كويس يعني حالتك بالظبط عشان تفهم. يا فضيحه ولا اكتر. اتفضل اكشف وخلصت. سيستم كويس الكرسي ده. لو سمحت شويه كده. باردون باردون. هما دول بقى المفروض كده. يعني انت دلوقتي ما بتحسش؟ لا يعني انت راجل دلوقتي ما عندكش احساس مش كده؟ لا سيب لي الحكايه دي انا راح اخليك تحس قوي 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 يعني. وبعدين هخليك تعرف تمشي تعرف تجري وزي ما بيقولوا المصريين راح اخليك تفلسح. يا ريت يا دكتور وممكن يعيد مجده في الطيران تاني. أكلم المساعد بتاعي لو سمحت. دمه خفيفة. أيوة براف أنا جاهز. لاغي العدة بقت زي القشاط. يا فندم هنزل لسعادتك فورا. حط السماعة يا فندم ولف هتلاقيني قدامك على طول. باي باي. وصل. سريع هو سريع أصلا. أنت مش قدي. اسمع كلامي اهرب والفت بجلدك. ما أقدرش أصلي خلاص دخلت. ما أنا اللي هخرجك. أنا جاهز يا دكتور. تعال. تفضل. ميرسي. عقم. عقمتها. بتغلي. معقمة روحنا. ميرسي. تفضل تفضل. حبل المصران كله مالي يا فندم. معقبة بتغلي. هتعمل ايه يا دكتور؟ ده حالا هتشوفي دلوقتي. هلاقوا الجزمة لو سمحت. ايوه ما تنسي اللون ده معايا يا دكتور. هلاقوا الجزمة لو سمحت. لا دي عقدتي عارفها كويس. اتفضل لو سمحت. معلش معلش ما احبش المريض اللي يعصلك معايا. معلش معلش هوبا. انت بتغسل شو رجليك ازاي؟ ده انت لازم تغسل رجليك مراتين في اليوم، مره الصبح ومره قبل ما تنام. مش طايلها يا دكتور. اي حد يغسلها لك يا اخي. ارفعني. طب رجل المريض شويه وصلت. يا ساتر. هتعمل ايه يا دكتور؟ معلش معلش معلش. ايه مش شايفه هيعمل ايه؟ انت عايز تخف ولا مش عايز تخف؟ عايز يخف يا دكتور. خلاص بقى خليني انا اشوف شغلي. خليه يشوف شغله. خليه يشوف شغله. بس افهم بيعمل ايه؟ معقبه. حاسس بحاجه؟ مش حاسس بحاجه خالص. انت متاكد يعني انك مش حاسس بحاجه يعني؟ يبقى ما عندكش احساس يعني. انت ادرى بقى مين اللي امرك. دي طريقة مؤلمة أوي يا دكتور. يا ريت يحس بشوية ألم العيال. لو حس بشوية ألم في أطرافه يبقى أسعد إنسان في الدنيا. تبقى الإدراع ماشي كويس. مش حاسس بحاجة. لذيذ خالص. مفيش إحساس. لا هو عايز الجهاز ده مش نافع. مفيش طريقة بقى غير إن إحنا نجرب أسلوب نظرية دكتور زيفاجو. الله ده حيوة بقى ويعمل كده. انت تخرس خالص حيوة. نظريه الزفاجو دي يعني بتجيب نتيجة؟ والله حالات كتير بنسبة 70% جابت نسائج مذهلة يا مو. يعني كويسة؟ كويسة جدا. وانا العموم زي ما بيقولوا في مصر في طرق جديدة يعني وكتيرة. زي ما بيقولوا ايه ياما في الجرابي حاوي.
ارفع له البنطلون شويه ونزل الشراب كمان شويه. اوكي يا دكتور. ادي الشراب وادي البنطلون. اتفضل. لا حكايه رجليك دي حكايه مش تمام. ما قلت لك مش طايقها يا دكتور. اشوف لك حد يعملها لك يا اخي. هي تغسلها مره الصبح ومره بالليل. بالليل لازم الميه تكون بتغلي غليان وعليها شويه خل ونص ليمونه. هتغلب تاني. انا بقول ايه يا دكتور؟ قول. يا ريت يغسلها قبل الاكل وبعد الاكل. انت تخلص هتكتفي انا كمان. استنى لو حاسس بحاجه قول. اوكي ماما. حاسس بحاجه؟ ولا حاجه خالص. ما كانش بتاع مساء. خليك معايا اذا حسيت باي حاجه اول ما تحس تروح مكلمني. ماما مش حاسس بحاجه. ده لذيذ خالص. ماما 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 مش حاسس بحاجه. بس ده مؤلم قوي يا دكتور. حسيت بحاجة؟ لسه ها؟ معلش دكتور. نفس ريحة رجليك. انت تخلص خالص. حاضر. حاسس بحاجة؟ مش حاسس بحاجة دكتور. بس عايز اقول لك حاجة دكتور. قول حبيبي اتفضل. هاي حاسس بحاجة؟ ربنا ياخدك. ميرسي. دي حاجة بسيطة. كل الرعيانين بيقولوا كلام فارغ كتير قوي. دي مش أول مرة أسمع كلام فارغ بروح أتنبه زيك. حضرتك شايف إنه ممكن يمشي تاني؟ شوف يا مادموزيل، حالته دي بالذات تخصصي أنا، خدت فيها 3 سنين، قصدي 3 دبلومات يعني. أنا بقى مش هخليه يمشي، بس أنا هخليه يجري، يعني زي ما بيقولوا بالمصري هيفلسع. أنت إنسان عظيم يا دكتور. ثانك يو. ويا ترى بقى هتبتدي معاه العلاج إمتى؟ هو في الواقع في مشكلة. ايه هي؟ الولد ده يظهر انه حالته الماديه تعبانه شويه. انت طبعا كفايه عليكي قوي مصاريف العلاج يعني. انا اخدت له فيلا في منطقه هاديه وبالمره انا عشان استريح فيها، وهناك بقى انا هعالجه. طب مش ممكن نعالجه في اللوكندا؟ العلاج عاوز وقت وتفرغ، واللوكندا بيجيلي فيها زوار كتير. يا سلام على التضحيه، ده عمره ما ينسلك الجميل ده ابدا. لا تصميني قوي حضرتك، انا راح اخدمه خدمه مش هينساها لي طول عمره. بس انا الحقيقه الفلوس لسه ما وصلتنيش، وخايفه يعني تكون حضرتك محتاج مصاريف للعلاج. هي الفلوس لسه ما وصلتش؟ ايوه. لا مش مشكله، المهم نباشر العلاج فورا وبعدين الفلوس، يعني مش مشكله. شكرا قوي. عشان نمرمط بيك البلاط. تمرمط بمين البلاط يا صبي؟ صبي العنب. قلت شوف بقى يا رخ، انا لا قاعد ولا رايح معاك. هضطر بقى اكلم الملكه واقول لها انك بتقف. ايه اللي بتعمله ده؟ ده انت رياضي. خلاص جاي معاك. ده انت رياضي. خلاص خلاصه بقى. شوط اقعد يا سيدي. شوف فكرتها ايه. الناس ما تجيش الا بالعين الحمراء من غير كل تسال. صباح الخير. من فضلك ورقة وقلم. انا هخرج وهرجع بالليل، دي النمره اللي هكون فيها لو حد اتصل بيا. تحت امرك. شكرا. حاسب 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 صلي ازاي بجد بقى. انت الدنيا بارد ولا ايه؟ نزلني. انا اسالك فين؟ انت طلعت كده.
ايه ما وريتك؟ ايه ما وريتك؟ لا 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 ايه ما وريتك؟ يا حبيبي اسمع علي. ده بيهزر معاك. ما يصحش. ولما شحنوني زي العفش كان يصح ده؟ ولو كنت ذهبت مع الريح كان يبقى كويس؟ ده انا كان ممكن. ربنا يستر بقى. هو في الواقع دي احدث طريقه في العلاج يعني. علاج؟ بتسمي ده علاج؟ امال الموت يبقى اسمه ايه؟ وانت بقى نهايتك هتبقى على ايه؟ اسمع حط الاثنين تشوفوا طريقه تنزلوني بيها بقى. هو في الواقع في طريقتين. طريقه في وجود الهانم وطريقه ثانيه بعدم وجود الهانم. ولك انت الخيار. اخلص انت يا حيوان. ما دام المساله وصلت للخيار يستحسن انها تبقى في وجود الهانم يا دكتور. خلاص خلاص يا كابتن خلاص. انا لقيت طريقه حلوه قوي عشان تخلص بيها. وهتنزلني ازاي؟ هتدعك بالكرسي من على العربيه. ايه نرجس؟ لا مش معقول. انت اكيد بتهزر. في الواقع انا عندي رغبه شديده يا فندم ان انا افرجك على الشديد حالا دلوقتي على ما عزيز ينزله في هدوء. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. نرجس ما تسيبينيش يا نرجس. يا مجاهد راح فين يا مجاهد؟ نرجس نرجس عارف لو قربت ناحيتي هقطم رقبتك. انما انا اول مره اشوف علاج بالطريقه دي. ما انا سبق وقلت لحضرتك ان انا في الحاله دي بالذات واخد فيها ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ ايه حكايه ثلاث سنين دي معلقه معايا قوي. انا فرضون اقصد اقول ثلاث دبلومات يعني. انما الحقيقه حضرتك عبقري مش كده وبس. انت كمان انسان. شوفي حضرتك المريض ده امانه في رقبه الدكتور وانا شخصيا بقى الحاله دي بالذات مهتم بيها قوي يعني علشان خاطر حضرتك طبعا. متشكره قوي. يا مجنون تشوفك يا مجنون تشوفك. انا هتعمل فيا كده كده هخنقك انت والدكتور بتاعك. انا هتعمل فيا كده. لا يا ملكه يا ملكه يا ملكه هتيجي تشوفك. اسمع يا نرجس. يقولوا الورد عشان الورد. ميرسي قوي قوي. هلا 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 ده احنا دخلنا في دور تاني يا دكتور. ايه راي حضرتك كابتن عماد في المكان يعني؟ والله الراي رايك يا دوك. الحقيقه عامل زي ما يكون حته مجانا. ميرسي. شوف حضرتك بقى راح تنام في حته هاديه جدا بعيد عن الشوشره واي حاجه يعني. نام هناك. عايزني انا ابات هنا؟ ايوه انا اعمل لك بقى مفاجاه. ده بيت شرعي يعني في قله وحصيره سكن انفراد يعني لازم يكون كده. طب وليه ما ينامش جوه الشاليه؟ هو المفروض انا لازم اعوده انه ينام لوحده انفراد يعني. ايه ده جزء من العلاج؟ علاج ايه وهباب ايه؟ بس انا بقى مش واثق فيه. ده دكتور سكه باين عليه. يا خبر اسود ومنيل عليك. البروف مجاهد سكه. شوف اسمع انت هتنام هنا انا هتنام هنا. ما الكلام اخده ورد يا دكتور. اخده بس رد لا زي ما بيقول هو تمام. انا كلامي كله اوامر يعني انت فاهم ولا لا؟ ربنا يهد المفتري. ولد انت ايه دكتور ولا فتوه؟ اتفضلي حضرتك اتفضلي. يبقى بضبط كويس يا عزيز. تحت امر سعاده. اجل الحمد لله. ماشي علشان ترتاحوا مني وتوفري فلوسي. فلوس ايه يا عماد؟ عيب تقول كده.
انا حاسس ان انا ماليش مكان بينكم وان وجودي مضايقكم. مضايق مين؟ انت والدكتور. طب مضايقني انا ليه؟ لاني قاطع عليكم حبل الود. عماد انت بتقول حاجات غريبه قوي انا مش فاهمها. انتوا بتحبوا بعض يا نرجس وانا قلبي ما استحملش صدمتين. بنحب بعض. انت تفكيرك وصل لبعيد قوي. يعني انا احساسي غلط؟ طبعا. حقيقي يا نرجس؟ حقيقي يا عماد. طب يلا بقى فسحيني. فين؟ اي حته بس نبقى لوحدنا ونبعد عن بوز الدكتور مجاهد. مساء الخير يا بروف. اهلا يا عزيز. ممكن اسال سعادتك سؤال؟ اسال يا عزيز بس انا ليا شرط. لو طلع السؤال غبي راح امدك على رجليك الاثنين. سكت ليه؟ ما تتكلم. لا اسال. ما انا مش ضامن السؤال. انا متاكد انك مش هتسال سؤال ذكي كالعاده يعني. فقول قول عايز تقول ايه؟ عايز تسال ايه؟ ايه خطه سعادتك في المرحله القادمه؟ بساطه شديده جدا. ملكه القطن قطعا ابوها ملك القطن. يوم ما هيبعت لها هيبعت لها كام يعني؟ ربع مليون. ربع مليون ايه؟ بالة قطن. ما هو ملك القطن يبعت لبنته قطن، ملك السمك يبعت لبنته سمك، ملك البطيخ يبعت لبنته بطيخ. جاك وجع في بطيخك يا اخي. شوف هو كل اللي هيحصل اكيد ملك القطن هيبعت لبنته مبلغ كبير جدا، فاحنا هناخد المبلغ الكبير جدا ونفلسع جدا. ادي الحكايه. يا سلام يا بروف. لو وقعت على واحده يكون ابوها ملك الظفر. واللحمه تيجي والارانب والفراخ ونهبر ونهبر ونهبر. بس 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 بس. انا رايي فيك شيء بسيط جدا. انت انسان مريض وعندك دوده من نوع السوبر كينج سايز ومحتاج علاج طويل. انا ما بشوفش انسان فجعان زيك ابدا. الله يخرب بيتك يا اخي. شوفي حضرتك مفيش لزوم للشفقة بتاعتك دي لان دي هتخسر لي العلاج بتاعي. يعني احاول يا دكتور بس غصب عني بيصعب علي. لا 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 ارجوكي. حاضر هجرب بس مش هتكون المساله سهله. شوفي انت هتدفعي فلوس كتير يعني فما تضيعيش فلوسك ومجهودي انا كمان. يعني بالمناسبه انا مستنيه مكالمه من البلد النهارده عشان يبعتوا لي المبلغ. كويس قوي كويس قوي. اتفضلي. انت سايبني ورايحين فين؟ لا هنروح نشم شويه هوا كده. انا جاي معاكم. لا لا انت النهارده عندك انفرادي. هو كل يوم انفرادي عشان العلاج عايز كده. طب العلاج مش جايب نتيجه يا دكتور. لا هيجيب نتيجه لو المريض يسمع كلام الدكتور. اكيد العلاج هيجيب نتيجه. ما انا سامع كلامك مش جايب نتيجه. بس يا ولد نرجس هتسيبيني لوحدي كده؟ دكتور بعدين قلنا ايه بلاش الشفقه دي من فضلك. احنا جايبينك تعالجنا انا. بلاش الشفقه دي يا نرجس. بيجري ورانا وتعبان قوي. لا 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 ارجوكي بلاش العاطفه دي. انا متعمد ان انا اقطع نفسه عشان العلاج بتاعي يجيب نتيجه يعني. شوفي بقى ارجوكي يعني ما تبصلوش خالص بقى. انا يازبك. لا الحمد لله راحت الحاله. انا بكلمك عشان حاجه مهمه قوي. سمو الامير هيتجوز. اهدي اهدي بس امسكي اعصابك.
بيحب واحده هيتجوزها. ما هو اصل مش معقوله بعد كل اللي انت عملتيه ده. بكلمك انا عشان كده لازم نوقف الجوازه دي فورا. طيب انا هديك العنوان. بقاله 15 سنة ولما ربنا كرمه طلع واطي. المظاهر ساعات بتغر، شكله ما يبانش كده أبدا. لا لا لا، أنا كنت عارف كده من الأول، حسيتها. فهمتي بقى؟ بقى دي جاسوسة. أيوه جاسوسة، جاسوسة مهمة جدا، بتجيب لي أخبار الأعداء أول بأول. يقطعني، ما كنتش أعرف، سامحني. تضربيني تضربيني أنا؟ تضربي أمير بالروسية؟ اعمل ايه من حبي فيك بغير عليك من الهوى الطاير. علوم انا كنت ناوية صالحك بقرشين، لكن لما زعلت منك رجعتهم تاني. انا هروح اجيبهم، بس يا ترى هلاقيك فين؟ هلاقيك هنا حكيم انت سواح. لا 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 لا، انا هنا. هتلاقيني هنا. اتفضل اسمول، اتفضل اسمول، اتفضل اتفضل يا فندم، اتفضل اسمول. يا خبر اسود، يا كذاب، يا خلل، نايمتها تاني؟ شد حيلك معانا وانا حبستك قوي قوي. الظاهر النوم اتطرح. اه الظاهر كده، مصيبه على دماغي. على العموم ربنا يوفقكم. ميرسي قوي يا حبيبتي. وفتان كمان، فتان. طبعا اذنك. اتفضلي. الو، قهوة بقرة؟ اديني زقلة. الو الو، انا عماد. اهلا. اسمع، انا مزنوق فيك، في واحد عامل معايا دقة نقص. هات العيال وتعالى لي على طول. هلم الرجالة كلها واجيلك. حمامة ايه اللي اخركوا كده؟ هو فين؟ جوه. عايزكم توضبوه تمام. احنا في ديك الساعة ابو عماد، احنا عايزين نخدم بعينينا. يلا على جوه. انت حمدي؟ ايوه انا حمدي. انت اللي عملت البنت مع عماد؟ هو في طريقتين. الطريقة الأولى. ها سويتوه تمام؟ سويناه إيه؟ ده أنت كنت عايز تضرب الراجل غلبان الطيب للحنان ده. طيب ده كلام. طيب ده إيه يا زول؟ قال لك إيه يا زول؟ يلا جدع. آه لا لا معلش، النظافة كويسة برضه، ما جراش يعني. إحنا يا متأسفين على اللي حصل. ما كانش بودينا الازعاج لا لا ما حصلش حاجه يا ولد. امرك تتفضلوا تشربوا حاجه. معلش يا بيه، احنا ورانا خناقتين هنروحهم دلوقتي حالا. شكرا تحت امرك. شكرا اي خدمه يا دكتور. اهلا. سي
ميرسي اي خدمه شكر جدا شكر جدا جدا يا دكتور شكر جدا شكر جدا انا حاسس ان الدنيا ابتدت تبتسم لي تاني وهتبتسم لك على طول ان شاء الله حقيقي نرجس حقيقي انا لسه نرجس تليفون عشان سعادتك شكرا قوي عن اذنك اتفضلي ادي من اللذات الو ايوه يا بابا انت سامعني اصل صوتك جاي من بعيد قوي الحمد لله وازيك انت لا انا ما سبتش اللوكاندا انا بتفسح بس في اللوكاندا طبعا لا 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 دول ناس طيبين ما تخافش على بنتك وازاي ماما واخويا فتوح ازايه دلوقتي خف ولا لا هو لسه تعبان طب هاتله شيح بابوني وهو هيفوق ويروق على طول بابوني بقولك ايه يا بابا صرفوا الشيك بتاع الجايزه جايزه طيب عاد اعمل لي حواله وابعت لي المبلغ كله على الفندق ها عاوزاهم في حاجه مهمه قوي طب خلاص اشتري الدواء بتاع ماما وخلي جزم اخواتي وهدومهم لما ارجع هعمل لهم سلافيه انا من الشغل يا بابا عاوزاهم في حاجه مهمه قوي لما ارجع هقول لك ها طيب حوش 5 جنيه 5 جنيه طيب يا بابا مع السلامة اشتري الدواء بتاع ماما وخلي جزم اخواتي وهدومهم لما ارجع هعمل لهم سلافية انا من الشغل طيب حوش 5 جنيه اطمن يا عماد الشركه صرفت شيك الجايزه لابويا وهيبعت لي الفلوس بكره جايزه ايه اصل شركه الغزل اللي انا بشتغل فيها كل سنه بيعملوا مسابقه ملكه جمال القطن والسنه دي بقى انا اللي طلعت ملكه جمال القطن والجايزه دي قد ايه 500 جنيه واسبوع اقامه في القاهره وانت بقى عايزه تحرمي اخواتك من هدومهم وجزامهم علشان تعالجي واحد ما تعرفيش اي حاجه عنه الهدوم والجزم مش هتطير لكن انت لازم تتعالج وتخف اسمعي نرجس المكافأة دي مش هتصرفي منها ولا مليم خليهم لأمك وأخواتك أنا مش عايز منك فلوس مش عايز فلوس فاهمة؟ الله طب وانت ليه منفعل كده؟ عايزة تصرفي فلوسك وتحرمي إخواتك ومش عايزاني انفعل أنا لا يمكن أتخلى عنك أنت لازم تتعالج يعني مصممة؟ أيوة مصممة نرجس إيه يا عماد؟ ركب يا نرجس مالك يا عماد؟ مش عارف فيها أشعريرة يعني بتحس بيها يا عماد؟ الله بصي بصي الرجل بتتحرك لوحدها يا نرجس مش معقول يا عماد عماد أنا مش مصدقة عينيا دول الاثنين حاول حاول ضعف يا عماد حاول يلا ساعديني يا نرجس يلا عماد وين وين يا نرجس؟ عجبتك حرام ولا انا نرجس امين نرجس امين انا وقفت يا نرجس مش معقول يا نرجس مش معقول يا نرجس روح شوفها عامله ايه قاعده فين نايل ايه طب وحياتك يا بروف تقب بخمسه جنيه بقى بعدين يا عزيز بعدين مش بعدين عايز املة طيب قلت لك بعدين بعدين اللحمة اللحمة تحت بعدين يا حيوان انا ما شفتش غبي زيك في حياتي الله انت ماشي كده ازاي مش خايف لما تشوفك انا جاي عايز اتكلم معاك خير ناوي تستسلم يا زلمة لا انا بقول نبطل اللعبة دي بقى مش قلت لك انها واسعة عليك لا يا استاذ اتضح لي ان احنا الاثنين خدنا مقلب لا يا حدق ده انت اللي خدت لوحدك ملكة القطن دي طلعت لا ملكة ولا حتى كتابة على بابا هي دي الحقيقة العب غيرها يا حدة يا اخي صدقني دي بنت غلبانة كل اللي حصل انها كسبت جايزة اسمها ملكة القطن
ما حلتهاش دلوقتي غير قرشين، يا دوبك تصرفهم على اخواتها. معلش، القناعة كنز ولا يفنى، ولا راجل راضي بقليل. يا اخي انت مالك؟ شفت يا دكتور، شفت المعجزة اللي حصلت؟ لا انا عايز اتكلم معاك. مشكلة قوي يا دكتور. انتوا رايحين فين يا رجالة؟ مش معقول. عزيز عزيز عزيز، يخرب بيتك عزيز. انا متشكرة قوي على كل اللي عملته. خدي بالك من نفسك، يا ترى هشوفها تاني زي ما اتقابلنا صدفة؟ اكيد الايام هتجمعنا تاني. يا ريت، بس اوعى تنسى انا في ايدي شغلانه صغيره هخلصها وحصلك على طول. يلا قبل ما يمشي خدي شنطه. اي مع السلامه. باي. يلا يا سيدي خلصنا. ايه؟ مفيش حد، بيقولوا انه ساب الفيلا. طب اركب. أنا جاي أبلغ عن جريمة خطف. طب اتفضلي، مين المخطوف؟ ده سعادة البيه الأمير. أمير؟ مين الأمير ده؟ خطيبي الأمير حمدي، أمير إمارة برزادة. فين إمارة برزادة؟ والنبي ما أعرف. المهم دلوقتي تلحقوه قبل اللي ينتصوا في نظرهم عدوينه ما يموتوه. وحضرتك تعرفي الأعداء دول؟ لا، بس أنا عارفة إنه كان بيلم شوية مرتزقة وانا اللي بصرف عليهم عشان يحرر الاماره ويتجوزني. وحضرتك بقى قابلت الامير ده فين؟ في الشيلاتون يا سعاده البيه، وبعدين سابها وراح اللوكاندا اللي جنب نزله السمان، وبعدين ساب اللوكاندا واخد فيلا في الهرم. اصل يا سعاده البيه كان بيهرب من الاعداء. ممكن تديني اوصافه؟ ايوه يا سعاده البيه، هو طويل وعريض وزي القمر، وعنده شنب وشعره من قدام خفيف شويه، وله اخ اسم الله عليه زي القمر، اسمه الامير يزبك. عارف شبه مين؟ شبه الواد بتاع سعاد حسني بتاع يا واد يا تقيل. اه حالا هنجيبهولك. صحيح يا سعاده البيت؟ طبعا. ايوه فتحي، هات لي ملف النصابين اللي عندك. يا لهوي بالك يا فوقيه. فضلك عايز سويت وخزنه. هو انت؟ هو انت؟ ايه الفرص السعيده دي؟ وايه حكايه الخزنه دي؟ انت ناوي يعني؟ عجبتك؟ ها؟ انا قاعد شويه مريح بقى. لا انا بتهيألي تسيب اللوكاندا احسن. ليه؟ هو انت لقيت حاجه هنا في اللوكاندا؟ لا اصلا انا نازل هنا ومش عايزين نرجع نقفل على بعض تاني يعني. ويعني يا اخي؟ ما الملعب واسع، وبعدين المايه تكدب الغطاس. ولا انت نسيت؟ لا انا ما نسيتش. بس انا رايي يعني انه مالوش لزوم. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تسيب انت اللوكاندا. بقول ايه؟ ما تسيبوه لنا اللوكاندا. انت تخرس خالص. انت تخرس خالص. اتفضل. إيه؟ سموك. اتفضل. اضرب معايا الاسماء. ادي خبر لماما بس. انا هقول لها. الاستاذ ده معانا لو سمحت. اتفضل. Ha ha ha!